سلام البنات، مرحبا بكم في لاشين ديالي نينا بيوتي 19 انكور اون فوا. وكنبغي نرحب بالناس الجداد اللي دخلوا عندي كما كانوا ولاد ولا بنات، مرحبا بكم. اليوم جيت لكم فيديو جديده كما شفتوا في لابار دانفو ديال مي ديكوفيرت ديال هذا الموا. بغيت نوريكم منتجات اللي هي كنستعملوها بزاف وكنحتاجوها بزاف وكناخذوا وقت بوغ لي باش نكومونديوها وباش نقلبوا عليها. اليوم شفت لكم اون فوندوز في فيسبوك اللي تقدر توجد لكم داكشي اللي على حساب الاحتياجات ديالكم والمواد اللي نتوما بغيتو. هادو سو سون دي جيل اللي هما ناتوريل 99%، وتقدروا تستعملوهم في ساطي بلواش في الشعر ديالكم، في لي ماسك ديال الفيزاج، في اللي بغيتو. اول حاجه غندير لكم بها اللي هي لا طوندونس ديال هاد الموجه ديالنا حنايا في مواد تجميليه طبيعيه، وهو الالوفيرا. كاين عندي هاد لا مارك هادي ديال الالوفيرا اللي فيها 98% ديال الالوفيرا. كما كتعرفوا الفوائد ديال الالوفيرا بزاف. هاد لا مارك سميتها الو ناتورا، زوينه الفوائد ديالها. هادي فيها 98% وفيها لو جيل اللي كونسونطري فيها. وكما شفتوا راه عندي في الوصفه ديالي في لاشين، نخليكم هنا ولا هنا ولا في لابار دانفو باش تشوفوها كيفاش تقدروا تستعملوا هذا المكون. والثمن ديالو حتى هو نخلي لكم في لابار دانفو ولا فوندوز اللي خديتهم من عندها هاد المواد كاملين. و جو كرو لا ليفريزون كديرها في 24 ساعه. وي 24 ساعه. عندي ان دوزيام برودوي حتى هو ان جيل الويفيرا، هذا ديال اورغانيك لا مارك ناتورالز ناتورالز. هادي فيها 99.9% ديال الالوفيرا، فيها 200 ml 200 ml. حتى هي نخلي لكم، وهما عندهم نفس الفوائد، غير هنايا الاختلاف فين كاين. كاين في لا كونتيتي وفي التركيز ديال الماده هنا 98 ولا 99.9، والحجم كذلك. غنخلي لكم في لا بار دانفو كما قلت لكم. عندي ان اوتر برودوي، هذا ديال جو دو كاروت، هذا اللي بزاف الناس كيعرفوه ولكن الاستعمال ديالو غادي نخلي لكم حتى هو، غادي لكم به وصفه طبيعيه باش تقدروا تستعملوه. هذا فيه بزاف ديال الفوائد، كاين تقدروا ديروه ماسك الفيزاج وتقدروا ديروه ماسك لو كور ديالكم للترطيب وبزاف. الا بغيتو خليو ليا في لي كومونتير شنو بغيتو تعرفوا الاستعمالات ديالو، نخلي لكم اوسي. كاين نوتر جيل هو هذا ديال قصب السكر اللي حتى هو فيه 99.9%. غنخلي لكم حتى هو المكونات ديالو وشنو الاستعمالات ديالو اللي تقدروا تحتاجوا فيهم. حتى هو سي بور شوفو اي بور فيزاج اي كور، الشعر والوجه والذات ديالكم. عندي ان اوتر جيل هذا حتى هو فيه 99.5% ديال جيل دو كونكومبر، لو جيل ديال الخيار، حتى هو الوجه ولي سورتو 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 لي سيرن وترطيب المنطقه ديال كونتور دي زيو اللي حول العينين ديزون. الوغ عندي ان اوتر برودوي، هذا ديال سي تان ماسك هير ماسك، هذا سي تان ماسك ا شوفو فيه 200 ml، فيه 200 ml و سي ا باز دو ويل دوليف، هادشي اللي عجبني فيه. وحتى هو ديال لا مارك ناتورالز زوين. لي برودوي لي فيه سي تان ماسك كتحسوا بالشعر ديالكم كيتغذى، وحتى الشعر ديالكم ما كيتزيدش لكم من مورا. حيت لا بلوبار دي ماسك ان فاش كديروهم الشعر ديالكم كيتزيد لكم من الجذر ديالو، كتبقى اون بريونس او ميم طون من مورا دو جور، ما كتبقاش اون بريونس، كتولي تلصق افغي دير، ما كيبقاش اون بريونس. كاين عندي ان اوتر ماسك اوسي ا باز دو ويل دوليف. اللي عجبني في هاد لي برودوي سي كو زيرو بارابين زيرو سيليكون، سي بريسك 99% ناتوريل، حتى هو ا باز دوليف. هو هذا هاد لا بارك دالان دوليف سميتو، فيه 200 ml. ولو بري ديال هاد لي برودوي كاملين البنات تنخلي لكم في لا بار دانفو ولا نكتبهم لكم في شي بلاصه. هادو كانوا المواد ديال الترطيب ديال البشره والشعر. غادي ندوز لكم المواد اخرى ديال لي ماسك. هاد لا مارك ديال بيوند هادي، هاد لي ماسك هما من ماركات كوريا اللي معروفين بلي ماسك ديالهم، معروفين بلي ماسك دايموند والجولد
ولي ديامون زعما ديزون والجولد ديالهم اللي كيكونوا بيلوف كيتهزوا حتى هما ماشي دوك اللي بحال بلاك ماسك اللي كيتحطوا زعما بوماد وكي كيهزوا كلشي شعر وجهه وكلشي نو هادو سي سون دي ماسك ا تيسو كي تاخذوا نتوما على حسب الاحتياجات ديالكم كاين هذا ديال سوا فيه كاميليا كاين هذا ديال ليمون هذا ديال ليمون كيصلح للنظارات البشره الا بغيتوا الوجه ديالكم يتفتح وكتحسوا بالوجه ديالكم تيرن وما فيش اون بريونس غادي ديروا هذا غتحتاجوه الوجه ديالها فيه الحبوب ومشاكل غادي دير هذا ديال جرين تي ديال شجره الشاي الاخضر وكاين عندي هذا حتى هو البشره الدهنيه هاد لي ماسك الناس ماشي كينشفوا مي كينشفوا البلايص اللي فيهم الحبوب وكيرطبوا البلاصه اللي نتوما محتاجين ترطبوها كاين ديال لالوفيرا كما كتعرفوا لالوفيرا راه كترطب وكتمينيميزي التجاعيد وعندي هذا اللي فيه العسل وهاد هاد النبته ديال كانولا فوالا حتى هو كلهم من هاد لا مارك بيوند عندي دوتر ماسك بغيت نسبيسياليزي هاد الحلقه بون ماشي هاد الحلقه هاد لا فيديو ديالي في المواد الترطيبيه الخاصه بالوجه والبشره والذات ديالنا والمشاكل اللي كنعانيو منها حنا بزاف وتنبغيو حلول اللي تكون بسرعه اكثر ما تكون تريتمون وتبقى تستنى واحد 6 موا 7 موا باش تبان لك النتيجه عندي هاد لو ماسك le masque à main, هاد الماسك ce sont des gants qui تلبسو c'est à base de فيهم الخوخ و beurre de karité هادو الناس اللي عندهم اللي في البرد و surtout في الصيف فاش كي هذا كيتقشروا ليهم يديهم من الداخل ومن الوسط وكتكون عندهم presque une eczéma هذا c'est la solution qui dure 30 minutes الا بغيتي ديروه دو بريفيرونس بالليل باش هكا ما تعاودوش تخيصوا الماء ولا تغسلوا به المواعن ولا سي سون دي غون ايدراتانت كديروهم كيرطبوا لكم الايد ديالكم وكتحسوا او بو دو 3 ا 4 يوتيليزاسيون 3 حتى 4 الاستعمالات بالفرق وما كتحتاجوش تيدراتيو من بعد حيت ديجا لي بور ديال اللي يديكم كي ابسوربيو ولا كيمتصوا هذاك المكون وكتحسوا بالفرق كاين اوسي ديال الرجلين هذا حتى هو كيبقى 30 مينوت كديروه في رجليكم دو بريفيرونس يكون بالليل اللي نوصيكم عليه انكم ما غاديش تقدروا ديباسي 30 مينوت حيت واخا ديباسي 30 مينوت المفعول ديالهم ما كيبقاش حيت المفعول ديالهم كيتابسوربا او بو دو 30 مينوت وهذا سي ا باز دو بوم او بور دو كاريتي فيه تفاح وزبده الشيا وكيبقى كما قلت لكم 30 مينوت عندي دوطرو ماسك ا فيزاج حتى هما هذا اللي ما كنلقاوش في المغرب بزاف هاد الهوت شوكليت ماسك هذا كديروه في الوجه ديالكم 15 مينوت و سي ا باز دو سيترون و هذا سيترون وواحد النبته يمكن جو كرو غادي تكون شجره الشاي فاش كتحطوه في الوجه ديالكم كيسخن اوتوماتيكمون او بما كتعرفوا فاش كيسخنوا لي سخن الوجه ديالنا لي بور ديالنا تيتحلوا الوغ تي ابسوربي او بو دو 15 مينوت 15 دقيقه الماده اللي هو فيه وكتحسوا بواحد النضاره في الوجه كما كتعرفوا الليمون والسيترون كيفتحوا اللون ديال الوجه وكينقي لي بور من الداخل حيت سخون اوتوماتيكمون غادي ابسوربي الوجه عندي واحد الماسك ديال الخيار هو هذا حتى هو كيعطي نظره للبشره وكيفتح اللون ديال الوجه كاين ماسك هذا بالبشره اللي كتحس بها حتى هي دهنيه وفيها بارفو اكنيك ديال الحبوب فيه السيترون فيه السيترون و حتى هو حتى هما هادو كاملين البنات اللي وريتكم سي سون دي ماسك تيسو ابار هاد الهوت شوكليت اللي ماشي ماسك تيسو هذا سي اون سي كريم كاين هذا ديال لالوفيرا حتى هو مرطب كما كتعرفوا كما قلت لكم ولكن توجور سي اتيسو ماشي كريم كاين لي دوتر ماسك هادو ديال لا ميم مارك هذا فوالا نوريهم لكم بحال هكا هما هادو فوالا كاين هذا سي هذا حتى هو ديال كوريا
هذا سي ان تيسو بلاك كحل كيتحط في الوجه، ماشي هذاك البيلوف اللي كيدير لي بوان نوار وداك الشيء اللي كيتهزنا. هذا سي ان ماسك تيسو اللي كيدير نفس الخدمه ديال البيلوف، ولكن ما تتحسوش بداك الشيء تيتهز، مي غير تيتنقى وتيتحل لي بور، ما تيهزش لي بوان نوار وداك الشيء. نو سي سا نو ريان افوار. كاين هذا اوسي ديال لا ميم مارك، حتى هو هذا سي هيدراتاسيون et éclaircissant. Il y a aussi du khiar. Les masques minables, c'est 10 à 20 minutes au maximum. Il y a les deux masques, c'est un masque ou tissu diallo, l'animal libriti, c'est un panda. Voilà. Qui est 10 à 20 minutes. Ou il y a aussi c'est à 10 à 20 minutes. C'est un masque bleu et c'est un masque noir blanc. Blanc noir. Le gold masque qui est connu dans le coréen, c'est celui-là. C'est très important pour vous voir qui est à base de... qui est normalement dans des tubes ou là. C'est un masque à tissu qui est connu. وحتى هو زوين للبشرة وكيعطيها واحد لك واحد النضارة في الوجه، وكتحس بالوجه ديالكم واخا كيكون عيان كيتفتح وما كيبقاش طاغن وما فيهش اون بريانس. اللي بغيت نقول لكم البنات، هادو سو سون با دي ماسك دو شينوا، ماسك دو شينوا بوحدهم. هادي الماسك هادو كيلكوزان اللي ديال كوريا، مي الاخرين ماشي ديال كوريا. هادو هذا ماسك كوري، راه تقدروا تقلبوا في انترنت وتقلبوا شنو لاش كيصلاح وشنو الريزولتا ديالو. عندي غادي ندوز من المواد ديال التجميل ديال البشره، غادي ندوز لكم توسكي سنان، غادي نوريكم هاد لو كيت. هاد لو كيت هو ليكيفالونس ديال 3 دي وايت، داك التريتمنت اللي كيديروا ديال تبييض الاسنان. كاين هذا سميتو ايبانا 3 دي لوكس، هذا كديروه في السنان ديالكم بحال الجيل، كيبقى واحد 15 مينوت. من وراها كتحكوا السنان ديالكم وكتعاودوا ديروه فوق 15 مينوت، عاد كتعاودوا ثاني تحكوا السنان ديالكم. الوغ كديروا هذا دو فوا وهذا دو فوا، مي ديما كتسبقوا واحد على واحد، عاد كتعاودوا الاخر، ما كديروش هذا دو فوا وهذا دو فوا. وكاين عندي هاد البروسا دون هادي الكتريك ديال اورال بي، حتى هي بغيت نجربها حيت فيها هذوك دوك الشيتات ديالها صغيورين يدخلوا ما بين السنان. وكاين الناس اللي عندهم كتدخل الماكله وسط السنان ولا الصفريه شي شويه وسط السنان، هذه غادي تعاونهم بزاف. سينو غادي تاخذوا اون بروسا دون اللي تكون الريوصه ديالها رقاق بحال ديال الناس اللي يعني اللي كيديروا لي باك، ولا الناس اللي حيدوا لي باك تيبغوا يديروا ان تريتمون بلانشيمون، الوغ تياخذوا هذوك هذيك البروسا دون اللي كتكون ماشي كيكونوش الريوص ديالها عراض، مي كيكونوا رقاق اللي كيدخلوا في السنان. هذا حتى هو كتبعو لافونديز.